émission impossible spécial Ramadan Burhan Msayes على EFM احلى راديو الساعتين وثمانية دقائق تسمعوا فينا في إيميسيون إمبوسيبل على EFM أحلى راديو حلقة الخميس 30 مارس 2023. كلام جاء من صفاقس صحيح ولا غلط؟ جثث قالك ذاقت بهم المورغ وغرفة الجثث والأموات في المستشفى الجامعي بصفاقس. الحقيقة من المبالغة في هذا الموضوع. فري فود لانفو مع ريجي الحمروني. مرحبا بكافة مستمعي إذاعة EFM. كما كنت تحكي برهين باش نحكيو على حقيقة أنه عدد جثث الأفارقة جنوب الصحراء فاق طاقة استيعاب غرف الموتى بصفاقس. احنا باش ناخذوا صحيح من الغلط وباش نفهموا حقيقة الوضعية اللي نعيشوا فيها بالضبط في الموضوع هذية. معنا عبر الهاتف سيد حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس باش يعطينا أكثر تفاصيل. ألو عسلامة سي حاتم. عسلامة ومرحبا بكم أحبابكم مستمعي إذاعة EFM. شكرا لك على تلبية الدعوة سي حاتم. شنو حكيت أنه طاقة استيعاب غرف الموتى بصفاقس ما عادش تنجم تهز عدد جثث الأفارقة جنوب الصحراء، شنو الوضعية اللي قاعدين تعيشوا فيها بالضبط؟ شكرا. هي بطبيعة الحال معناتها احنا طاقة الاستيعاب نتاع الحبيب بوديبة نتاع القسم الطب الشرعي هي 35، في حدود 35. مهما كان العدد فهو ما تنجمش طاقة الاستيعاب مش تكون نتعداوها بأحد. نعطيك على سبيل الذكر وكعلاش انا معناتها خاصة تحسبا لفصل الصيف، وتو تشوفوا ان فصل الصيف معناتها قريب دونك تكفي عنا الظاهرة هذه، ظاهرة الهجرة غير نظامية، الهجرة النبية والغرقة ويجونا برشا موتى كيما عملناوها في نفس معناتها بدات الفترة من تو بدات تكفي. معناتها الأسبوع اللي فات سجلت في قسم الطب الشرعي 67 جثة، قرابة 70 جثة. معناها الأسبوع الفارط فقط 70 جثة سي حاتم. الأسبوع تلمدت عندي 70 جثة بقسم الطب الشرعي بالمستشفى الحبيب بوديبة. حول ولا قوة. اللي طاقة الاستيعاب نتاعو ما تتجاوزش 35. 35 ولكن ديما مقارنة بعناوين تو ما وصلناش، عناوين وصلنا ل سيتياسيون أكبر من هكا معناتها، وصلنا حتى 90 و100 ما تحسبا. قلت انا توجيه حتى الصيف وتكثر فيها الظاهره هذا لازمنا عم بتوع عندي بالضبط في مستوى حاليا 42 جثه. اي شنو الحل سي حاتم؟ خاطر في كل حاله استثنائيه تصير نفس الحكايه وطاقه الاستيعاب ما عادش تهز عدد الجثث معني وصارت عمناو. طاقه الاستيعاب احنا كي معموله على اساس كما تعرف انت معناتها هي ساتيسفيزونت للصفاقس معناتها كجهه كولايه، ولكن بالاخير هذه بعدد الموتى وعدد الكذاب هذوما الافارقه دونك طاقه الاستيعاب لزمت حد هنا. انا نطلع حبيت على حاويه التبريد اللي هي نجم نخزن فيها نحط فيها نحط فيها عدد. حتى احنا تعرف انت الكذاب ماهوش هكاك وكذا، الكذاب يتطلب عنايه طبيه وتعمل لي بريليفمون معناتها يبقى ايامات للقيام بعده عده حوايج تقوم بها على الصعيد الطبي والاداري. سي حاتم بربي الحب نسالك معنى قبولكم لجثث المهاجرين هكا، اولا كلهم من جنوب الصحراء والساحل، هذه السؤال الاولى. ثانيا يعني يوميا معناها تجيكم الجثث يوميا ريتم يومي ولا يوصلوا يتلموا هكا مره فما مره ما فماش، لكن يوصلوا يتلم بالاربعين هكا على مدى اسبوع او اكثر من ايام؟ يعطيك الصحة بالحق. هما كوشين اول شيء جابة عن سؤالك الاول، هما كل من جنوب الصحراء بالطبيعة كلهم من جنسيات مختلفة بالطبيعة. سؤالك الثاني مش كل يوم هما يجيونا صحيح، اما كيف يجيو يجيونا بعادة كيف تهبط في غرق المركبة النفخاجية هذوما تجينا معناتها بكمية عدد كبير معناتها، ولكن احنا زاد العدد اللي عندي يبدا يكلمتني الواحد قال لي وين كي شنو الحل؟ نقول لك هو تعجيل بدفنها، التعجيل بدفن الدفن هو يتطلب
يطلب اول شيء لوجيستي مع تكبير انك لازمك البلديات تقبل، ولكن الحمد لله الفتره الاخيره وزلنا معناتها التعاون ولا تعاون كبير من البلديات، انهم يعني يقبلوا قبور مجانا، معناتها مجانين معناتها مش القبل، ما هو مقطع في قلبه عنده كلفه معناتها يقبل فيه، وفي قبور تاع ولايه صفاقس. وبربي 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 سي حاتم قبل الدفن يتم التاكد من الهويه الاديان والحكايات ولا ولا مجهولين؟ لا 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 لا، شو هي عمليه طبيه وعلميه ودقيقه جدا ونقوموا بها على حتى بعد كما نقول 50 سنه واحد يحب يتعرف على بالضبط. على ضحيته يجي يعرف ضحيته، هي معناتها تصدقني معناتها عمليه طبيه وعلميه قايمين بها نحن في تونس قايمين بها بالطبيعه قايمين وحنا نحترم كثيرا الجثه ومعناتها كاكا تدفن في قبر وحده مقبره تونسيه بمقبره في صفاقس مع تونس. يعني القبر ماهوش قبر مجهول يعني ماهوش انونيم. لا القبر عنده نومو وعنده نمر نومو نتوعه عندنا نومو هو بيدو يقابلوا نومو في الطب الشرعي تمشي الطب الشرعي ده يقابلوا نومو فيه دوسي كامل يسموه لا فيش بوست مارتم هذايا معناتها فيش كامله فيها حتى التصاور نتاعو نصوروه دوما يدخل بالعباش وما غير البش وبعد ذلك نقوموا بتصوير المورفولوجي نتاعو كامل بوجود الشرطه الفنيه. واضح. معناتها معنا واحد نقوموا لومبران ديجيتال وقت ثم امكانيه خاطر بعد ساعات ما نجموش ناخذوها ونعملوا بريليفمون سيستيماتيك نتاع الجينيتيك بالطبيعه نتاع الاديان. واضح. شكرا لك واضح سي حاتم الشريف المدير الجهوي للصحه بصفاقس. موفق سي حاتم. شكرا. يعطيهم الف صحه. يعطيهم الف صحه الجماعه. معناها الملف نتحدثوا عليه على الاوراق والسياسه والتصريحات والجانب الايطالي والجانب، لكن اليومي الدراماتيكي الماساوي التراجيدي نتاعو حد لا يحكي. يعني لاحظتوا بار اكزامبل هالحادثه نتاع الغرق ما سمعناش بها زاده؟ معناها اليوم نسمع انه المورغ في صفاقس معبي. الحادثه سمعتوا بها نتاع يوميا فما فوالا شبينا ما عادش نسمعوا يا سيدي ولا دخلت ولا تعلمت في المشاهد فما الحكايه دخلت في الواقع ما عادش نسمعوا العادات نتاعنا عادي دخلت في العادات المركب موت وتعدى. اما هاو المشكل وين؟ هو بارك الله فيه معناها في الدكتور اعطانا معلومات قيمه قال لك عم ناول وصلوا لاكثر من 100 ما بين 90 فهمتي و 100 وطاقة الاستيعاب هي بيدها. علاش ما خممناش انت معناها من الاول نحن عندنا المشكله ذي نواجهوا فيها علاش ما خممناش في الحل؟ هو قال لك انا راني اقترحت انه يعملوا كونتونير فريغوريفي بالضبط ونوصلها الاقتراح هذا. اي لكن لهنا ها ولهنا يجي قصتنا توها التهافت الكبير وتونس وتحمي اي وينهم الضطلين بالضبط وين باهي سياده اوروبا تو لهنا ما نعرفش هنا ما تدخل في موقف يفهم منه ما يفهم تو شدونا على تصريح من رئيس الجمهوريه بخصوص تعامل مع لفارقه واحد اي هاكم تشوفوا فيهم يغرقوا حتى باش يدفنوا لهنا في تونس يتفضلوا عاونوا تفضلوا إيجا يا ويلي الإنسانية تفضل يا أوروبا عاور راني احنا اش قال لك سيد مدير جهوي بتاع صفاقس أنا من غدوة نورمال ما إذا كان السفارات بعثت تقاريرها لدولها وحكوماتها على تصريح عملوا رئيس جمهورية وبلاد عالم قام وقعد على عنصرية اي انتم بقلوبكم عاونونا اخويا اخزر هاو بشر بالجد والله اختك لم الله معناها شيء حزن بالجد نتخيل اي ام في ما نعرفش تشاد ولا في مالي ولا كذا ولده اللي يضيع واللي رقم والله واعلم وين مدفون يعني ما فماش تراجيديا اكثر من التراجيديا الانسانية هذه يتفضل يا اوروبا يحل سبيطار في صفاقس يجي عاوننا يجي ابعث الامكانيات الكبيره خاطر هذا يقتضي امكانيات كبيره خويا هذه قالك عمل فني وعمل تقصي وديان وغيره وجثث القبر بالفلوس يتفضل والقبر بالفلوس تفضلوا يا اوروبا يجي هيا اتحاد اوروبي يتفضل اهبط ادعم يا خويا في الاماكن في سبيطارات كيما صفاقس ولا في نابل ولا في قليبيا ولا في الاماكن اللي تنطلق منها الهجره السريه. هذا اللي يا اخي قصه والله وخياتنا افارقه جنوب الصحراء محلاهم وانت رد بالك عنصري ضدهم اما باش يجيو معايا لا باش يجيو عندي ساعه لا يغرقوا يجيو عندي لا يبقوا عندي يجيو عندي ممنوع وحتى كان غرقوا ولا كذا برا الله اعلم يتحلوا ويتحملوا مسؤوليتك فيهم. شنو هي هذا اللي اكد الكلام وعلاش حتى ما تتعملش منصه
والمنصه تضمن فيها كل، هو قال كل شيء معناها مضمن المعطيات حول هالناس هذوما اللي 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 توفاو، وتكون موضوع على ذمه السلطات الرسميه في الدول المختلفه. يا سي جنتيلي ولا سي دراشلي ومفاوض الاتحاد الاوروبي للشؤون الاقتصاديه، ويجا يا سي وزير خارجيه ايطاليا والامم المتحده، ويا سي وزير داخليه ايطاليا تاع اللاجئين، سي وزير داخليه ايطاليا اللي حكى مع سي كمال الفقيه اليوم. تفضل اخويا ابني لي حاجه، ابعث لي معناها الحكايه مش مجرد كلام وبرا شد الواح وبرا شد حدودك. المفروض هذا الوزير يقوله له، هذا هو لازمنا نقوله له، ماذا هو لازمنا نقوله له؟ تعرف اللي ياكد كلامك برهين اللي هو التحالف الاوروبي بلتا حرف في راس مالي، هو تحالف استعماري اكثر منه راس مالي بتاع انت شد لي جول وانا ما اعطيك حتى شيء وتقعد غاديك وتموت تبقى غاديك، لا تبعثهم لي اتحمل مسؤوليتك في وحدك يلا. كل شيء ما تقلقنيش، يلا لفترة فيك مع ملاك وبعد نرجع في ملفات الشاشة مع الجميلة إريج الحمروني. أحلى غاديو يلا 14 و22 شبيه فرشيش شبيه يقريق 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 ليه عاد فيش 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 تروفش شيش تروفش هو الشاهد على الأسواق هذاك. قبل ما نمشي للشاهد على الأسواق عندنا ريش بتعطينا ملفات الشاشة. مرحبا من جديد، باش ناخذوا راحه اليوم من المسلسلات وباش نحكيوا على الكاميرا كاشي. باش نبداو بالكاميرا كاشي نتاع رامز جلال اللي تعرض على ام بي سي مصر اللي هي رامز نيفر اندز. الحقيقه مش باش نحكيوا جوست على الكاميرا كاشي، ولكن باش نحكيوا على طبيب الفنان محمد فؤاد اللي هاجم البرنامج وقال انا مانيش ناقد فني ولكن باش نهاجم البرنامج لانه او نقده لانه عرض حياه محمد فؤاد للخطر بما انه عنده جرح بسبب عمليه تكميم معده عملها 15 يوم قبل مشاركته من البرنامج، وخلال الخمس دقائق الأولى من مشاركته في الكاميرا كاشي قال إنه راو عندي جرح معناه ومزلت كي عملت العملية وملغي سا كملوا في البرنامج للي كي وفيت الكاميرا كاشي الجرح متاعه ولا بدأ. يلا هل الى متى متواصل العنف في الكاميرا كاشي؟ الكاميرا كاشي اللي انعكس زاده وتغرموا به زاده في تونس في وقت من الاوقات، ولينا نخوف وباش نتفرج على شخص في حاله خوف باش نبدا نضحك. شنو الذوق هذايا في الواحد؟ الى متى سيتواصل الام بي سي والاستثمارات الكبيره ويبدو انه شيخ علي هذاك تركيا للشيخ ونهار ومتبنينه يعني سي رامز جلال في الحكايه هذه، شخص يبدا في حاله فجعه ونبدا ونحن نضحك. بشني الحكاية هذي؟ هاو دخل في برشا صورد وبرشا نسب مشاهدة. شوف لا انت البيب الطاح لا طاح. لا لا شوف انت البيب اللي عليه ماذا تقريبا الاربع بتاع الصباح وهو ما انت محطوط عليها البيب يجينوا الساعة هو ما بيبي ما انت شهر في جورة بعض ما انت لانه ما انت الشعب يحبك هيك الجمهور عايز كده الجمهور عايز كده تو ولينا في الشميت كشي بتاع بش نضحك ونتفرد ولا بش شميتة سلعة شميتة. قوية تو لهنا يبين الشخصية تو مثال من سبب صعود قيس سعيد في السونداج دون لوطون هكا في الكاميرا كاشي بتاع الزلزال وقتها الناس شيخت عليه كيفاش معناتها كيفاه ما تزعزعش وعنده ثقة في الله وثقة في روحه معناتها كان جد بالحق من الوقت هو بدا يطلع راهو في فهمت النوعية هذه بتاع الكاميرا كاشي سيد زياد اللي في وقت من الاوقات تغرموا بها حتى في تونس انه ها ونشد انا ها وجبت لك في وضع نتاع اني نحب نشوف كيف خايف ومفجوع باش نقوموا نحن نضحكوا ها ها ها. شوف نحن للاسف توا في العصر نتاع السلعنه كل شيء تحول الى سلعه وكل شيء معناها ينجم يجيب فهمتي الفلوس ولا يقع فهمتي اقبال عليه وثم الاستغلال في الغرايز. من ضمن الغرائز اللي يقع الاستغلال فهمتني فيها اولا ساعك الفويوريزم لما تحب تطلع وتحب تعرف وتحب تشوف شخص فلاني يتكربص ولا مفجوع ولا يسيح ولا يعيط جابوا لهم البرامج لو كنت تتذكر نتاعك البرامج اللي يعيشوا مع بعضهم وبرامج اللي يقع فهمتني كذا اكسترا و اضافه فهمتني لهذا شوف عندي انا دونك واضافه الى هذايا معناها يقع معناها تغييب الجانب القيمي ولو على حساب كما قلت لك انه رضي الجمهور بالتفاهات وهذاك علاش نحن قاعدين نعيش في عصر التفاهه بامتياز.
يلا ولكن كونتر بارتي في تونس السنة في موسم الكاميرا كاشي، عندنا كاميرا كاشي لفتت الانتباه وانتخبتها الأستاذة آري أحسن كاميرا كاشي، وأنا شخصيا والله يقولوا لي قولوا بالجد لو عامل دورة شقان فطري وليت مع الكاميرا كاشي هذه اللي هي بتاع خونا صاحبي بكار. هو فما إشادة بالكاميرا كاشي هذه خطر رجعت العبيد للضحك متاع قبل أنه ما فماش عنف، على أساس أنه كيل عادة عنده استوديو متاع رياضة اسمه ملعب النجوم، ولكن هو كاميرا كاشي باش نشوفه أو نسمعه شوية. لا وعمك العربي سنجرية بالضبط هو الباز ديجا لا وتكتشف فيه موهبة في التمثيل يا أخوي، شد البارحة مع هند بن محمود كأنه شد صحيح أنور بيتر في الأردن، كل مرة يجبدلها على الأردن والله عملت جو وضحكت والله شخت. هذه في تونسنا يا أخوي، أنا تونسنا بإمكانيات بتاع أخونا الصحبي اللي هي إمكانيات بسيطة موجودة على ذمته، عمل الكاميرا كاشي محليها عنا لقطات. اي باش نسمعوا شويه من الباساج نتاع هند شاوش والسيد زيد رضا بوراوي مع العربي سنجريه، نسمعوا ونرجعوا نعلقوا. سباق الابل وتحلل في السباق نتاع الابل حصلنا يعني لا الابل شنو الابل هذا الجمل خير من الكل عربي سبيك عربي سامحني كي قلت له حجمت شلاغمك نكر لا صحيح في البدايات العامين الاولانيين دوم ما وصل للخليج كان معناتها في بلاتوات يقول لك الناقة لطيفة دخلت الأولى الناقة سلطانة الناقة فين النجمة اللي جريت وجات الأولى ولا جات الثانية نحبوا نفهمها بالله سامحني يا سي عدنان تو كلامك صحيح تجري في الصحراء رينا جرت في الصحراء نحن لا ما ريناهاش مرة ولا مرتين عداوها في اخبار ثمانية ما تستحقش أنا شخصيا معناتها باش تكون كنجمه اولى في تونس عربي استعمل انت يا خليني نحكي لك مساج خليني مساج خليني نحكي لك او جاي هنا جاي انا جاي للكلام الصحيح تفضل لا انا استعمل هو هو هو, هو اختبار لبروده اعصاب الضيف يستفزوا العربي سناجريه بكل اشكال الاستفزازات الحاج منصف بن سعيد زاد قلت البارح شدوا في بوه الحاج البحري الله يرحمه فهمتي قال له بوك اربيتر ما كان يبيع ويشري الماتشفوات وعمك عاد المنظر بالطبيعه عمل البكيه بتاع التاثر حطوا له اغنيه صابر على الاب وكذا فهمتي كمل بكي حسيت له لقيتها سمباتيك الحكايه والله محلاها وانا نحب نحيي صديقي وزميلي وصديق صاحبي بكار والعربي سناجرية وعدنا بن مراد على الحاجة سامبل بعدها في البساطة في البراءة في الكذا اختبار لبرود العصب وليت حتى النهار يعني حتى أنا نتخيل قول كان أنا مثلا وقعت فيها كيف يمشي يكون تصرفي في برود العصب كيف تشد برود العصب بالكذا في بلاتو بتاع هيك بسيطة الحكاية يا أخويا ما أحوجنا الحكاية هذه في الواحد يجي من كاميرا كاشي بتاع الرعب وكاميرا كاشي بتاع كذا فهمت اسرتو كاميرا كاشي في بعضها وباش نعطيها ملاحظة وإن شاء الله جماعة توصل لهم في إحدى كاميرات كاشي السنة معنا نحن نخدمه في التلفزة زي ده ونجيبه جمهور والجمهور يحضر في برامجنا نرقى الجمهور ضحية في إحدى كاميرات كاشي قالوا لا حاولوا على الأقل نجتهدوا زيادة في احنا نمكيجوا فيها ما نجيبش حد معروف معناها في الجمهور احنا نعرفوهم ولينا عشرة مع الجمهور بتاعنا فهمت نرقاه الجمهور اللي هو يتنقل من قناة إلى قناة فهمت نرقاه ضحية في إحدى كاميرات الكاشي يعني ما نجيبش نسميها على الأقل حاولوا نعملوا اجتهاد في عملية الفبركة يلا تحية يبقى رؤوف كوكا لا مش لا 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 طبعا طبعا زي رؤوف هذاك لا طبعا يبقى برهان لان فما قنوات هربه لا والله لا لا والله لا لا والله بالصدفه لقيتها والله بالصدفه ضحيه هذه المره الثانيه لقيتها والله لا والله ما نقصدش والله لا نقصد لا ضحيه بالعكس انا نحب الخدمه تخدم على قاعده صحيحه ما نجيبوش حد هكا من جمهور ونعملوه كانه ضحيه في كاميرا كاشي يلا محمد علي الفرشيشي مباشره فرشيشي تريبل اكس جريج اين انت؟ انا في حي ابن خلدون اثنين وين التيرمينيس نتاع الميتروس هذي خلف وين الفريق وين الفريق؟ فريق ابن خلدون اي اي ايوه مشهوره برشا دونك جينا للمرشي هذايا باش نشوفوا شويه احوال هكا وشنو الجو غاديك يا دليل فما مرشي لداخل ومرشي لبرا كيما المرشيات الكل ولا لا مرشي لداخل كهو هذايا ما فيش هذايا فيه كان مرشي لداخل كهو حتى برا ثم نسبه واحده تقريبا هذاك هو باهي شنو الوضع عندك؟ واو فارغ المرشي حسب اني شوف تصاور
يا ولدي المرشات كلها فارغه والناس مازالت عندها فلوس باش تقضي هي يا ابراهيم. تيزينا دريعه تيزينا بالمبالغه مال العباد قاعده تاكل في الحجر في ديارها. مانيش مبالغ ابراهيم وقت اللي نشوفوا اللي السردينه ولات ب 6600 والوراثة ب 17800 وتعرف اللي توا معناها في عقاب شهر الروجي ب 17600 مليم. المتوسط هذاك التريليا متوسطة. المتوسطة نتاع نتاع شربة هذيك. ايوا. البومسكا ب 22600. ايوا. تعرف قداش كان قبل البومسكا هذاك؟ قداش؟ كان ب 8000 9000 كيف يغلى. على كل علينا وراو ما تنساش الجمعة هذه كلها نو. دونك ما تماش برشا حوت. الطماطم ب 2400 البطاطا بقداش؟ البطاطا 18 ولا 15؟ 18. الفلفل ب 4200. شنو هي الفقوس هذاك شنو حكيته بربي الفقوس بقداش؟ والله ب 8600 ودي قمرة. شنو حكيته 8600؟ شنو حكيته بالله قول لي ماشي ويجي ربي يبشرك بالخير. عليه هو غير فصل نتاعو هذا مش فصله الفقوس. تبري هكا هو الماء هو في السيا ما ينتجش. ايه ايه. بس كيما خير على قمرة. فوالا هذاك علاش اسمه ولد القمرة هو. غادي برا خويا خلينا نقدموا شوية نشوفوا اللحم غاديك قدامنا. ايه ايه. في عملها الريمارك برهان قال لي أول مرشي فارغ. فارغ والله فارغ. على بيك. الربطة بقداش؟ 2000 الربطة. هذه البصل؟ البصل والسناريا. 1500 الكيلو والبتراف. ب 2500 الكيلو. اي. اي. اللي يطير بدينار و500 البسباس ب 2004. 2004 اي. والفجل. دينار. الربطة بدينار. لا يسكت الفجل لا. خلينا نعطيه هكا شوية مقترحات. للعباد. اي 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 عسلامة يا مدام. وين الملسوقة وبقديش؟ هي واحدة قالت غالية شوية أنا ما قلتش. باهي برشا. جربانة ب 4000 ما عادش فيها. اي أهلا بيك أهلا بيك. الفول ب 2000 هاك ما عادش تخدم أنت غادي. أربع الجنارية قداش دالي؟ أربع جنارية بقديش؟ دينار ربع جنيه. اه باه هاي طاحت الجنريه باه. شبيك هربت؟ يزيك ربي يعاونك يعايشك. والمعدنوس بقداش؟ يا دليل 403 دينار. بربي يسلي الزباين اللي متعدي هكا توا. مصروف اليومي نتاعو في رمضان قداه يوصل؟ يوميا. قداش المصروف نتاع كل يوم في رمضان؟ ما قالش من 50000. سمعت ما قالت ما اقلش من 50 دينار. ما اقلش. أيه. معناها يوميا بالنسبه لي 50 دينار. الحمد لله. اي هذاك المعدل هذاك المعدل نتاع المصروف اليومي. يوميا. واضح. هيا شوف لنا الحم وين واصل غديك في ابن خلدون. انا باش نشوفوا شويه الحم لهنا. اي وين اش بيك ماكش في نفسك انت ايش قاعد تعمل لهنا؟ طلع عينك. قداش الحم وينهم؟ العلوش 39800. يا ولدي حط هنا 40 عليه. ما مش انا نحط 40 في تحط 39800. اي ما بعد مش تقول له هاو زايد هاو زايد العجول 30 دينار. واضح. شو هذه اللي ب 38؟ الكمونيه. اه كمونيه حاضره كيكه. هاي البارح تعشينا كمونيه. ما نشوفوا الدجاج. الدجاج وين وصلت راه؟ لا 8700 دجاج ولا ها ولا هنا 8580 هو مسعر ب 8700. ايوه. الاسكالوب 16 دينار و390. ما هكا 16 باهي برشا. واضح واضح هذا الفخذ نتاع الدان. اي 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 برا خلينا نشوفوا في الغله غاديك. الغله بربي يا دلي كان تسلي على توا الموز وحكينا فيه وربي ربي يجبر لنا في الموز وربي يعوضنا خير. التفاح شنو حكايته التفاح؟ خاطر فما حاصله عمليه ضحك في التفاح. التفاح اللي موجود التفاح اللي موجود اكثريته مضروب كله مضروب اللي هابط في السوق. يعني حشيك معناها البعض معناها يتحدث يقولوا لي بتاع يتعطى للزوين كله مضروب كله مضروب. واللي وكان يتباع قبل ب 2000 فرنك و2500 المضروب توا ولا يتباع ب 4000
ويتباع ب 3000 واش قال شنو هذيك التسعيره؟ خاطر سعروه ب 4500 ولات التسعيره مقلوبه ولاو يبيعوا فيه ب 4000 هو اصله قبل التسعيره ب 2000 فرانك 2000 ونص. يقول لي هذا مشري من مرشي الجروب 4 دينارات. شبيه مضروب شبيه ما فما كان السلعه المضروبه بتاع التفاح التفاح العادي وين مشى؟ اين ذهب؟ وبيت فوالا وفرداج برشا فرداج راهو يحط له من فوق كعبات هكا زعما كيما هكا كل ولا ترقى كعبه سليمه. اي ولو يتسمى النصبه هذيك يتسمى منظر باهي لكن انا درت البارح نفركس على كعبات تفاح ما فما كان المدمر التفاح المدمر ما فما كان التفاح اللي مشارك في حرب فلسطين. هذا هو نضيف هذا هذايا ضيف هو اما هذايا الاشكال يا برهان أي. في مرشي الجرو ينجم يلقى من فوق تاع الصندوق يلقى كعبات هكا ومن لوطة كيف يجبد هكا يلقى الكعبات هكا الكعبات اللي مضروبه اي اي بالضبط 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 هذا اللي قاعد يصير اليوم بعد التسعيره. يلا دالي شوفوا الدقله وكا هاو نكملوا لهنا اي اي قد ايه الدقله؟ قد ايش الدقله؟ الدقله ب 6000 وب 10000 6 وب 10 معناتها العارفين ب 10 والفراك والفراك ب 6 واضح معقول. على كل احنا هكا نكونوا كملنا جولتنا في حي ابن خلدون ولو انه ثم شباب حب يحكي لي على البرة في اللي باعوا في حاجات اخرى باعوا في ال في الدبش والمعون مش خضره اما يسكروا اللونتري نتاع المرشي نتاع المرشي يعني يخليه لونتري ضيقه. على كل نتقابلوا غدوه باذن الله وربي يجريها في موعد متجدد وديما نقول ان شاء الله ربي يجريها على السلاح. يلا محمد علي الفرشيشي كنت معنا في وجه السوق زياد اليوم بس. الذكرى 46 الوفاة العندليب الأصبر عبد الحليم حافظ ذكرى ربي يرحمه ذكرى وفاة عبد الحليم اي لو 30 مارس نجيب الزيري يعطيك الصحة فماشي حويجة لعبد الحليم خلنا نشقوا بها من غديك في انتظار نستقبل غفران الحسيني في الفقرة اليومية نحن والإسلام نجيب الزيري ميرسي بوكو يا دوما يلا تبقوا معنا الله يرحم العندليب الأسمر في مثل هذا اليوم من سنة 77 على ما أظن انتقل إلى جوار ربه ربي يرحمه ويرحم جميع موتانا لنفوت رفيق مع ملاك البوب وبعد غفران الحسيني مباشرة اليوم باش تحدثوا على معجزة القرآن عن الإعجاز في القرآن كيف يمكن أن نفهمه اليوم برهان بسايس على إيفام أحلى غاديو. يلا فرحان باستقبال دكتور غفران الحسيني في فقرتنا اليومية نحن والإسلام. دكتور صباح النور. عسلامة مرحبا تحية ليك وتحية لكافة سادة مستمعي إذاعة إيافام. المعجزة هذا مفهوم قامت عليه الأديان عموما صحيح. الإسلام أيضا لم يخرج عن هذا المربع في مخاطبة مريديه أنكم معي أقنعكم بالمعجزة. نعم معجزة الإسلام لم تكن بمثل الخوارق التي سبقها لأديان أخرى وأنبياء آخرين أن موسى شق البحر بعصا عيسى أحيا الموتى إبراهيم كانت النار بردا وسلاما عليه. الإسلام معجزته القرآن كتاب كتاب انت لهنا اذا حبيت لهنا اولا هل تكون المساله محسومه ام لا لانه في روايه السيره هناك بعض من الصق بالنبي خوارق ايضا رغم نحن تعلمنا وهذه فرصه ليتاكد منك ان معجزه الاسلام كتاب الله القران وسناتي لاستعراض اوجه المعجزه في القران الصق بالنبي بعض القصص يعني في السيره يعني هل علينا أن نفرز زادة في قراءة السيرة زادة في كتب كتبت بعد مئات السنين عن النبي وضم مواضيع لا بإيجاز لأن موضوعي المعجزة واضح خلينا ساعة نفهم مش معناها معجز بالضبط وما هو أدنى وأقل من المعجزة بالضبط. المعجزة ابن خلدون يقول في المقدمة هي ما يعجز البشر عن مثله فسميت بذلك معجزة لأنها تقع في غير محل قدرتهم حاجة تقع في غير محل قدرة الإنسان نعم. لذلك سميت معجزة في الفلسفة الغربية سبينوزا يقول المعجزة أمر يحصل بقوانين طبيعية نجهلها احنا نجهل القانون الذي حدثت به المعجزة
أي أنها نفس التفسير الخلدوني تقع في غير محل القدرة البشرية. قضية النبوة لا تخرج عن دائرة المعجزة لأنها تعتبر من المؤيدات أن هذا الذي بعث إلى قومه مبعوث من عند الله وليس مفتريا ولا كذابا ولا متوهما، أي البرهان أو الدليل الذي يأتي به نبي ليصدقه قومه بأنه مبعوث من عند الله. والمعجزات مختلفة، معجزات حسية مثل قضية شق العصا، العصا شقت البحر، أو قضية عصا موسى التي وصفت في القرآن بثلاث صفات. هي قصص أم على المؤمن أن يعتقد فيها؟ لا يعتقد فيها طبعا. هل جزء من الإيمان المسلم المعاصر أن يعتقد في أن موسى قد شق البحر بعصاه؟ يخي كسرون ألقى كسرون ألقى روسنا بالإنسان المعاصر. أيه. الإنسان المعاصر يعتقد في الكائنات الفضائية، الإنسان المعاصر يعتقد في الصحن الفضائية، الإنسان المعاصر يبحث فيها، ولكن يبحث فيها قضية الغيبيات أو قضية الخوارق. هذه دائما ما كانت مبحثا للعقل البشري في كل العصور، لأنه أحنا اليوم نؤله الإنسان المعاصر وكأنه خارج عن السيرورة التي يتطور فيها الإنسان عبر مصاري. ولكن الإنسان المعاصر يكتشف لديه مخابر العلم طبعا. كيف تقنعه بأن هناك شخص ألقى بعصاه في البحر فانفلق البحر ليمر ثم بعد مروره يغلق البحر؟ هنا علاش نقول لك الكلام هذا؟ ما يمكن أن يقتنع. علاش نقول لك الكلام هذا؟ لماذا لا يفهم القصص القصص الديني أنه قصص في بعد فيه البعد الاستعارة الرمزية ليقرب الإيمان من المؤمنين؟ يعني لماذا تقول لي على المسلم أن يؤمن أن هذا المسائل حصلت بقوانين الطبيعة؟ طبعا بقوانين الطبيعة، ببحر انشق أو, 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 أو سيدنا عيسى أحيا الموتى، مش مسألة عجائبية. هل نعطيك تفصيل صغير على ما تشوفهاش في تأويل آخر؟ هو يريد أن يقرب لك عن مثل النص الأدبي، يقرب لك المعنى من خلال التخيل. تخيل، شوف هنا ثم اختلاف كبير لهنا. دكتور محمد شحرور مثلا يذهب هذا المذهب، اختار من الدكتور محمد شحرور لأنه فما ناس يعني أصلت أكثر منه وتجاوزت تفسيره وفهمه، ثم مسار كامل لتطور الفكر الإسلامي. أنا راني متعصب محمد، وفما فلاسفة، فما فلاسفة كبار، ما هوش أقوى من الغزالي، وما هوش أقوى من ابن رشد، ما هوش أقوى من ملا صدر، ما هوش أقوى من ملا عنده عنده منجزات صدر. لأنه هو معاصر، عنده منجزات العلم المعاصر. يجتهد الإمام الغزالي ما كانش عنده مجتهد العلم المعاصر في وقت، ما هوش مرجع في هذه. يلا اختلاف آراء، اختلاف رأي طبعا، تفضل. ما هوش مرجع، نرجع للمعجزة، نرجع للمعجزة. لأنه اليوم وكأنه المعجزة من القولها تأويل، تأويل خارج عن حقيقتها، وكأنها مجرد يعني عملية تخيلية للإنسان تمتع خياله، ولكنها ليست حقيقة. وهذا إشكالية كبيرة راه، حتى على المستوى العقائدي. هل أن الله يقول الحق كما هو حق، أم أن الله يوهمنا بأشياء ليعظنا بها؟ شفت المبحث، كل سؤال مطروح عنده استتباعات الفلسفية والإشكالية الكبيرة. ياسر طبعا طبعا. قضية المعجزة قلنا أشياء تقع وفق قوانين طبيعية يجهلها، ولا وبعد نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتهز من المعجزات. شنو نفهمه من هنا تأويلين؟ شنو نفهمه؟ أي أن الإنسان أصبح سيد نفسه في هذه الطبيعة، أي أن مهمة الأنبياء قد استكملت وانتهت، أيدت بما أيدت به من معجزات، ولكنها ستبقى هذه المعجزة خالدة، لأن في نهاية المعجزات كتبع مسارها تلقاها انتهت بكتاب، والكتاب بدلالته برمزيته أنه في عالم الفكر، في عالم المعنى، في عالم الوجدان، في عالم العقيدة، في عالم إصلاح الكيان البشري والمجتمع البشري. ليش قعد؟ ليش اليوم ما نلقاوش ناقد سيدنا صالح؟ ليش اليوم بني إسرائيل ما عندهمش العصا نتاع سيدنا موسى؟ ليش اليوم النار التي أحرق به إبراهيم وكانت بردا وسلاما غير موجودة؟ لكن إذا قيل عن نبوة محمد، أين المعجزة؟ المعجزة قائمة موجودة بيننا، يتدارسها الناس، يؤمن بها من يؤمن، يكفر بها من يكفر. وكذلك القرآن منذ أنزل ومنذ تلاه النبي على مسامع العربي، واكتشف العرب أنهم عاجزون عن مجارات النسق الكلامي الذي جاء في القرآن الكريم. وعندما نقول العرب، نحن نتحدث عن قوم من أولي فصاحة لم يسبقهم إليها غيرهم. نعم. كانوا يعلقون كلامهم على أسطار الكعبة ويكتبونها في ماء الذهب. يقول حتى يضرب الأمثال ابن عبد ربه في كتاب العقد الفريد، يقول: من دلالة فصاحة العربي أن رجلا من الأعراب جاء إلى سعيد بن أسلم
هذا كان زعيم قبيلة اسمه سعيد بن أسلم، قال دعيت أعرابيا لأعطيه مالا وهو قادم في الطريق مدحني، قال فيه بيت شعر، قال ألا قل لساري الليل لا تخشى ظلة سعيد بن أسلم النور كل بلادي، لنا سيد أربى من كل سيد جواد حث في وجه كل جوادي. قال فدخلت إلى الدار فتأخرت عليه فهجاني فأبلغ، قال ألا لكل صاحب مدح ثواب علمته وليس لمدح الباهلي ثواب، مدحت سعيد بن أسلم والمدح مهزة فكان كصفوان عليه تراب. الصفوان هو الحجر الصلب الذي عليه تراب، أي أنه ضرب به المثال في الشح، خاطر وخر عليه دقيقة. من دليل فصاحة هؤلاء أنهم كانوا يتكلمون الشعر كما لو أنهم يتنفسون، حتى أن الأصمعي سأل أعرابيا قال لو أتقول الشعر؟ قال وكيف لا أقوله وأنا أمه وأبوه. أي أن هؤلاء، وإذا قلنا الشعر قلنا الفكر، قلنا الوجدان، قلنا المعنى، قلنا التأثير، قلنا أثر الكلام في الإنسان. في البدء كانت الكلمة كما ورد في الإنجيل، وأن الكلمة هي عند العرب من الكلم الجرح، فلان مكلوم مجروح، يتكلمون كما أنهم مجروحون، والدماء يعني تنساب من أبدانهم، كذلك الكلام ينساب من شفاههم وألسنتهم. لما نزل القرآن قال لهم إيتوا بآية من مثله، مش نحكيوا على جيل طورة وشعراء اليوم، نحكيوا على من كان يقف يعني يتكلم من الصباح إلى المساء لا يشرب شربة ماء. فأعجزهم القرآن حتى آمنوا به، قالوا ليس كلام بشر. وكثير من القصص التي تتكلم عن هذا الإعجاز وعن وجوه هذا الإعجاز، حتى أن الله قال للنبي وجاهدهم به جهادا كبيرا، ليس عليك إلا أن تتلو عليهم القرآن. وهذا ما يسمى بالإعجاز التأثيري للنص للقرآن. حتى كان العرب يصدقون بالنبي ويجلسون إليه، وأصدروا قرار في قريش أنه إذا كان النبي يتلو القرآن املأوا الدنيا صراخا وتصفيقا. وقال الذين لا يؤمنون إذا تلي عليهم آيات الرحمن وولوا خروا سجدا وبكي، هذه للمؤمنين. والمشركون كانوا يزدادون تصفيق وصراخ حتى لا يسمع النبي وهو يتلو القرآن. لم يحمل في وجوههم السيوف 13 سنة، لم يزد ألا أنت لا عليهم الآيات. فصدقوه، لما صدقوه آمنوا بذه الرسالة. يعني هو إعجاز لساني، لساني وفكري. يعني معجزة لينغوستيكية اللي هي فقط. في بيئة متاع الشعر أتى النبي بمعجزته يعني من نفس السياق الذي نبغى فيه قومه، معناها زايد على شعرهم بقول لم يسبق له مثيل، زايد على قولهم بكلام ليس بكلام بشر. ثم بعد ذلك اتقدت عقول العرب والمسلمين. المعجزة في الستيل، في الشكل أم في المضمون؟ لهنا معناها باش نفهم، خطر بارشا فقهاء يمشيوا في اتجاه قصة الحبكة أكثر من المضامين. يعني هذه قضية هو في القول، أي بالضبط، في اللفظ أم في المعنى؟ بالضبط، معجزة في اللفظ أم في المعنى؟ أنا أقول كما يقول علماء أهل السنة الأشاعرة أن الإعجاز في اللفظ والمعنى، أو ما يسمى بنظرية النظم، نظم القرآن، قوة لفظ وكثافة معنى. أنا أطرحت الدكتوراه نتاعي على التأويل الفلسفي والعرفاني للقرآن، كيف ينتقل المعنى القرآني من المستوى اللفظي إلى المستوى العقلي إلى المستوى الفلسفي إلى المستوى العرفاني. فالفلاسفة المسلمون لما نظروا إلى القرآن الكريم ابتكروا منه براهين عقلية، وابتكروا منه نظريات اجتماعية. نظرية ابن خلدون في علم الاجتماع منين جابها؟ ابن خلدون الذي يقول أن هناك الأجيال التي تعيش في الرخاء لا يمكن أن تحافظ على الدولة. نعم، بعد الانهيار. جابها من القرآن. كيف؟ قالوا حملنا من زينة القوم فقذفناها. بنو إسرائيل لما أخرجوا من مع مصر قال لهم موسى أدخلوا إلى الأرض المقدسة، قالوا لن ندخلها أبدا، إن فيها قوما جبارين. استنبط ابن خلدون أن الأجيال التي تربت في قصور فرعون على الرخاء وعلى كانوا في القصور وشيخين وكذا غير قادرين على بناء دولة.
ثم قال لهم الله إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال ابن خلدون يفنى ذلك الجيل الذي جاء وتربى في قصور فرعون وينشأ جيل آخر في الصحراء في البادية يكون متصف بالشدة متصف بالقوة قادر على الغزو وقادر على إقامة الدولة. ثم ذلك الجيل يعيش ويثمر دولة قوية ثم يأتي جيل يعيش الرخاء فينسى مقومات الدولة مثل ما حصل في الأندلس فيأتي غازي فينهار. ابن خلدون جابها من القرآن. نعم. ابن خلدون اللي درس في جامعة الزيتون نرى. نعم. نظرية التأويل الوجودي. نعم. وقضايا الوجودية وكيف يمكن أن نفهم الوجود. نعم. جاءت كلها من القرآن. نعم. أي أن النص القرآني ليس مجرد نص فيه الإعجاز البياني اللفظي الذي أبهر الشعراء وحير البلغاء وأجهش الأبكياء ونطق به يعني أفصحوا الناس وآمنوا به وكانوا من أكابر الناس قولا وأكثرهم كلاما. ثم بعد ذلك أصبح النص القرآني منبعا للتفكير العقلي. من هنا نشأ علم الكلام الإسلامي ونشأ التشريع القانون. نعم. الفقه. ثم بعد ذلك تطورت الفلسفة الإسلامية مع الكندي عندما كان يتساءل عن مفهوم النبوة وماذا يمكن أن يصنع نبي وهل أن النبي فيلسوف أم أنه حكيم. ثم جاء بعده الفارابي فطرح قضية المدينة الفاضلة وقضية المدينة الفاضلة مستنبطة من الرؤية القرآنية التي تتكلم عن ضرورة الإصلاح والصلاح في الأرض. نعم. إن المدينة الفاضلة كالبدن الصالح ولما كان القلب هو العضو الرئيس في هذا البدن بصلاحه تصلح بقية الأعضاء فعلى المدينة الفاضلة أن يكون فيها رجل صالح بصلاحه تصلح المدينة. اليوم دكتور اليوم كيف يمكن استثمار وجوه الإعجاز القرآني؟ جميل. يعني اليوم المسلم اللي نشوفه فيه ونخالطه فيه حل كتاب القرآن أقرأ 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 في طارق العمل هذاك اللي في البافلوفي اللي موجود في مخه الريفلكس نقرأ هكا باش يكون عندي ثواب هكا ما بعد القراءة ما بعد معناها التناول هذايا الشكلي كيف يمكن الاستثمار في الإعجاز القرآني؟ جميل جدا. احنا عندنا قوة مهملينها وأدخلناها في أتون الصراعات بيننا وهي ما يسمى القوة الروحية الكامنة في القرآن. أيوة. التي تعطيك الدفع وتعطيك الطمأنينة. هناك أديب أرجنتيني اسمه أرنستو ساباتو سئل قبل إعادة بناء أمريكا اللاتينية في البرازيل والأرجنتين بناء القوة الاقتصادية قال قيل له ماذا نحتاج حتى نبني دول عظيمة وقوية في أمريكا اللاتينية؟ قال نحتاج إلى قوة روحية. قيل نحن نسألك عن البناء والمطارات والتشييد والمصانع وأنت تحكي عن القوة الروحية. قال القوة الروحية هي التي تغير الشعوب وتدفعهم نحو البناء والتشييد. ألم تروا أن القرآن قد غير العالم لما غير الإنسان العربي في الصحراء؟ من الأرجنتين تأتينا الصرخة. هذا ما يسمى في علم الحضارة الفكرة أو الإجابة والاستجابة. الاستجابة لنظرية الإصلاح القرآني، إصلاح الإنسان، إصلاح الأسرة، إصلاح المجتمع، إصلاح الدولة. ونظرية البناء التي جاءت في القرآن أن كل شيء ينطلق من القرآن. الإمام ابن عاشور يقول كل القرآن من أوله إلى آخره كتاب صلاح وإصلاح، إصلاح لذواتنا المريضة، إصلاح لقضايا الطلاق اليوم اللي قاعدة تقع في تونس. أن يجيني شباب في المسجد يسألني على قضايا يعني أرى أن القرآن لما يأمرك أن تتجاوز أن يأمرك الله في القرآن في الأسرة يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. شو معناها لا تنسوا الفضل بينكم؟ خليوا الحاجة الباهية ذيك تذكروها. تتعارك أنت وزوجتك تتنابزوا في رمضان وفي غير رمضان ما تنساش ليامات الحلوة اللي عشتوها. شوف القرآن تشتح وهزينك فقرة تعاركت وما تفضلتش. يقول ربي فابعثه حكما من أهله وحكما من أهلها. الوساطة دور الأسرة. القرآن الذي يأمرنا أن نبر آبائنا وأمهاتنا مش قوة روحية؟ مش خلينا ما نتيشوش ببيتنا وماتنا كيف يكبروا بعد ما ربونا؟ أليس القرآن هو الضابط الذي يمنعك أن تعتدي على أبيك أو تعتدي على أمك؟ أنا أتحدث عن القرآن من خلال القيم الواردة في القرآن والطاقة الروحية التي يحتاجها المجتمع حتى يبني الإنسان نفسه ويبني وطنه. وتونس تحتاج هذا. والدليل الكلمات اللي ديما بالتلاوة المحلاها الجيدة والممتازة والإبداعية هذية اللي حد كي يسمع ما ينجمش هكا نجيش الطاقة الروحانية طبعا. الجيدة صحيح. وكيف نحولها إلى قوة إنجاز وفعل وعمل صحيح. وأصلاح. يلا هذا نحن والإسلام. شكرا دكتور غفران الحسيني. يلا نخليكم مع